السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم. اليوم عندنا قصة جديدة. هاد المرة عندنا بطل للقصة، ماشي بطلة. نتبعوا معاه ونشوفوا البطل ديالنا اش غايدير. قلت كنبغيك. قالت ما مصدقاش راسي، واخيرا. وانا نقول تزوجي بيا. قالت موافقه، غندير عرس اسطوري وغادي نعيشو في الفيلا ديالي. وانا نقول لها ما يمكنش، انا راجل وما غنعيش على عاتق مراتي. قالت حياتي، انا وياك واحد، وما نبغيش نسمعك قلتي هاد الهضره مره اخرى. غادي تشد لي خدمتي والمشاريع ديالي. وانا نقول كنبغيك يا حبيبه. وانا نسمع الله يمسخك. فقت على الدعوات الجميله ديال الوالده، فيقاتني من احلى حلم. قالت نود يا الاخر ديال الرجال، يا عيفه الدراري، الله يعطيك مصيبه وتهنيني منك. نود الهم، لا خدمه لا ردمه، وعاطيها للصهير وقوه التشمكير، ومقابل ليا غال خوه، وزايدها بالنعاس حتى للظهر. قلت هانا نايض، هادي نبذة عن سياقي من النعاس كل يوم. نبع الحنان كتشبعني سبان، أغاب الدعوات الزوينة. كنوض نفطر وندوش ونلبس ونخرج باش ما نبقاش في الدار ونسمع السبان. أنا سلطان، سميتي قريبة من حياتي شوية. الدراري ديما كيقولوا عليا سلطان زماني. هي الهواية ديالي هي التعارف. نسوانجي في عمري 33 عام، عاطل عن العمل. حطوا تحت هاد عاطل 1000 خط. بعد ما خديت الإجازة في القانون قلبت حتى عييت على خدمة وما لقيتش، إلى غاية ما صافي إيأست وجلست لي تفقست حتى مليت، وقررت نعيش اللحظة. عائلتي كيعياو يعايرو، والوالد كيقول لي سير تعلم شي حرفة، ولكن حتى شاب عاد دارو له حجاب. واش حتى لدابا عاد نتعلم حرفة؟ فات الفوت. واش حساب ليكم؟ سلطان وغنكون سلطان، وكنحكم بحالي بحال سليمان القانوني، والعيالات دايرين بيا الجواري الجميلات. لا 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 لا، هادشي ما كاينش. انا مقرب بيريمي، عايش بالكريدي، الريال ما داير في الجيب. حياتي كندوزها في القهوه مع الدراري اللي بحالي، كندبروا على بعضياتنا. قلت افينا الدراري؟ قال لي يا واحد سلطان لاباس عليك. كنبقى مدوزها في القهوه حتى كيوقف عليا مولاها، كيقول لي واش سلطان ما باغيش تخلص الكريدي اللي عليك، راه غنشكيك لباك. كنقول واصبر صاحبي، كاع عباد الله كدير الكريدي، مالي غنطير، راني غاحدة عينيك. كيقول لي واخا دابا نشوفو فين غنوصلوها معاك. كنرجع للدار نتغدى، وجلست حدا الوالد اللي كيهضر مع خواتاتي وكيضحك وكيرضى عليهم حيت قرايات. اغا شافني وهو يقلب وجهه، قال الناس كيولدوا الرجال وانا والدة شمايت. قلت له ها الهضرة اللي كتسد الشاهية عاوتاني، واش الواليد فوق ما شفتيني غتبدا تعاير؟ قال حيت ما باغيش تقاد راسك ومقابل ليا غتصلقيك، بدل ما تمشي تقلب على خدمة وانت مقابل غير راحة. قلت له واش انا لقيت وما بغيتش نخدم؟ راك شايف الحالة كي دايرة، عييت بالتقلاب حتى طابور جليا. قال بابا انا ملي كنت قدك كنت ولدتك وولدت بناتي، انت شوف راسك قد البغل والعقل ما كتكسبوش. قلت الواليد الله يهديك ما تعايرنيش، ما بغيتش نرد عليك الهضره. قال الواليد شنا هو ترد عليا الهضره يا الكلب، نوض خرج عليا من داري، نوض. اللي قدك دار وديور ومشاريع
وانت مازال مزاحم معايا. نوض خرج عليا يا شماتة. وكالعادة حرمت من وجبة الغداء. عادي، ماشي أول مرة، بلا ما تخلعوا. هذه هي حالتنا أنا والواليد كل يوم، وغالبا ما كتنتهي بأنني كنمشي نبوس ليه راسه ونقول له اسمح لي يا الواليد، ما عنديش حل آخر. البطالة دايرة شغلها، جيبي خاوي وما فيه حتى ريال. كي غندير؟ لقيتها عايشة الهبيلة، بنت الحومة كتبغيني. فوق ما تزيرت في الفلوس كنمشي نتغزل فيها بجوج كلمات حتى كتعطيني فلوس. غنصوني عليها، اعتمادكم غير كافي لإجراء المكالمة. أوف صولد والو، غادي نصيفط ليها أبيل مو سيل توبلي. بقيت كنتسناها تصوني عليا حتى لقيت نمرتها وفرحت. قلت ألو عايشة، وهي تقول أنا حليمة. لاباس عليك سلطان؟ قلت آه لاباس. حليمة فين هي عايشة؟ قالت خرجات تسخر، شنو كاين الحبيب؟ قلت اختي حليمة انا ما نكذبش عليك، نسيت البسطام د الفلوس في الدار وما عندي حتى ريال في الجيب. واخا تصيفطي ليا 100 درهم للقهوة اللي في راس الدرب حتى نجي ونردها لك. وهي تقول الله يا ودي يا سلطان انا غدا نتصرف. قلت شكرا بزاف، الله يزيدك في الزين، الله يجيب لك راجل بحال راجل مانا، الله يزوجك بشي واحد بحال اياد. تقطع الخط، غتفكني هاد حليمة. هما وخا عائلة ديال الحماق وغالي هبيلة على اختها، ولكن قلبهم حنين وكيفكوني في المحاين المادية ديالي. وبقيت في القهوة كنتسنى حتى صونا لي التليفون، وكان الواليد. الله يا ربي شنو بغى؟ يمكن يقول لي يا اجي تغدى ولدي راك بقيتي بالجوع. قلت الو بابا، وهو يقول سير الله يسد في وجهك بيبان الرحمة، من امتى وانت عندك بزاطم د الفلوس يا القرد؟ قلت اينا بزاطم، علاش كتهضر؟ وهو يقول مصيفط لي حليمة الهبيلة بالحيلة باش نعطيها الفلوس تجيبهم ليك. والله لا شفتيهم يا الشلاهبي، وزايدهم بالكذوب على البنت. علاه انت عندك شي حاجة اصلا يا المظلوم؟ بلاتي عليك والله لا دوزتها ليك الشلاهبي. اقطع عليا، ما قالوا عليها هبيلة حتى كانت هبيلة نيت. مشات فضحاتني مع الواليد وقالت ليه صيفتني سلطان، بلاتي ها هي كتصون. قلت الو. قالت سلطان مشيت لدارك وبغيت بزطامك ما بغاوش يعطيوه ليا. وانا نقول صافي يا حليمة سيري في حالك، صافي صافي ما بقيت باغي بزطام، غاهني راسك يا ربي ارحمني من هاد جماعة الزلط. وبقيت في القهوة حتى بان صاحبي ريان، هذا واحد كيليميني طيارة وباه لاباس عليه وموفر ليه كل شي طوموبيل والفلوس، ولكن هو وجه النحس غبي واحد الغباء ما نقول ليكمش، كل شي كياخد رأيي فيه وما كيقدر يدير والو بوحده. كنستغلوه من اللي كنبغيو ندورو بالطوموبيل ديالو، ولا من اللي تكون دارهم خاوية. غا هو اللي عند والدي وكنعرفو كيحماق على رجاء اختي، ولكن هي ما كتحملوش راكم عارفين علاش. قلت وفينا ريان؟ قال سلطان لاباس عليك. قلت لاباس، وحتى اختي رجاء لاباس. اه راه كتسلم عليك. صدم وقال رجاء؟ غذكرت لي اختي. وهو يتبدل فيه اللون، ولو يجتمع الحنان ديال الأم والأم والجدة ما يوصلوا للحنان اللي في عيون ريان. وانا كنهضر ليها على رجاء. قلت وفينا صاحبي؟ طوموبيل ديالك ايش غنديروا فيها؟ دورة وحدة. بدون شعور عطاني سوارت ديال الطوموبيل ديالي، اديتها دغيا قبل ما يفيق من القلبة. مشيت لوجهة المعلومة الليسي، وما أدراك ما بنات الليسي، هالقفيفزات هاللي بعقلهم هاللي مستيليات. كان اختار كيف بغيت. درت الدورة الأولى باش يشوفوني البنات ويردوا بالهم ليا، ودرت الدورة الثانية وبانت لي واحد الفليفلة منيش عليا
بعد شوية على الليستي وهي تبعني، جات وركبات معايا بلا ما نقولها ليها. قلت السلام الزوينة لاباس؟ قالت السلام صافا ايتوا؟ دايرة لي فيها كتهضر بالفرنسي، وانا الا شديت معها الكومينيكاسيون دابا غتبدا تلف. ولكن معليش، وانا نقول صافا بيان كالي طون نو؟ قالت سميتي أميمة، وانت؟ السيدة غلقاتني شديت معها وهي تقلبها عربية. انا اللي كنفهم البنات، قلت انا سميتي سلطان. بقينا دايرين بالطوموبيل حتى تعرفت عليها مزيان، حتى بان ليا اللي ما درت ليهمش الحساب. اواه البوليس وانا معايا قاصر. قلت حيدي الطابلية بنت الحرام، حيديها دغيا. سلام الشاف، قال وريقاتك ولا كارت ناسيونال دالبنت اللي معاك. قلت ها هادي اختي ومازال صغيره، مازال ما وصلت لسند لاكارت. وهو يقول على انت بالسلامه، شحال عندك من خت؟ هادي كتر من 10 د المرات فيما وقفتك كنلقى معاك بنت في شكل وكتقول لي اختك. ناري فضحني، قلت له ها لا، غبابة مزوج 4 د العيالات ووالد بزاف د البنات. مازال كنهضر معاه حتى نزل من السما موسى، هذا بوليسي والجيران، اعتقني منه ودوى معاه. اوف، فلتنا اليوم بأعجوبة. كملت الدورة مع هاد وجه النحس وتبادلنا النماري، وديتها لحدا المدرسة ونزلتها ومشيت وتلاقيت موسى. قلت له اعتقتيني يا صاحبي الله يحفظك. وهو يقول وانت ترى ريحتك عطات، راك معروف ماشي كل مرة كتسلم الجنة، قيل عليك القاصيرات احسن ما تطيح في شي مشكل. قلت لي اودي خليني نبروفيتي، مالي اش غندي من هاد الدنيا. ومشيت للدار، لقيت اميمة كتصوني عليا، صدعتني هاد البرهوشة، مالها اش بغات؟ بقيت كنهضر معاها حتى جاني الملل، قطعت معاها وبقيت كنشوف وكنتفرج من الشرجم، حتى بانت لي الدار اللي قبالتنا فيها ضو مشغول. هاد الدار عادت باعت، دابا اكيد سكنوها الناس اللي شراوها، ما تعرفتش عليهم، بين فيهم ما عندهمش مع الجيران. شويه حل الشرجم ديال البيت اللي قبالت بيتي، وطلعت منه بنت زوينه بزاف وشعرها حريري كيديه الريح، بقيت سارح فيها. هي غشافتني وسدات الشرجم بالجهد وبعصبية مغرورة. ما تخافيش غطيحي في شباكي كيما طاحوا اللي قبلك، ما كايناش شي بنت اللي تصعب عليا. ونعست وبقيت كنفكر في ديك البنت الزوينة بزاف، يا ترى ايش غتكون سميتها؟ اكيد شي ملاك ولا شي جنان ولا شي فردوس. هاد الأسماء الزوينة شوية وهي تصوني الفليفلة من جديد. أوف، واش ما غنتهناش من هاد البرهوشة اليوم؟ سكت التليفون ونعست، والغد ليه فقط حليت الشرجم ولقيت شرجمها مسدود. فطرت وسمعت الأسطوانة من جديد من عند الوالدة، وخرجت نتلاقى ريان والجماعة. اليوم كان الصهد بزاف، لقيتهم كيتفقوا يمشيوا للبحر يعوم. مشيت معاهم بعد ما خديت من عند ريان حوايج العومان، وباه خدام على ريان وصحابه. وصلنا للبحر ولقينا اشكال والوان ديال البنات، الخير والخمير. بدينا العومان وانا تبان ليا وحده بحال شي حوته في البحر، خفيفه بزاف. مشيت لعند هاديريكت، تعرفت عليها في وسط الماء. قلت سميتي سلطان وانتي؟ قالت سميتي احلام. قلت ليها متشرفين، اش كديري في حياتك؟ ما فهمت حتى زفتة من داكشي اللي شرحات لي. الشي الوحيد اللي فهمته انها كتدرب الغواصه. بقينا كنعومو شويه وهي تقول سلطان عرفتي باللي في التدريبات ديالنا الا بغيتي تغرق شي واحد وتشل القوه ديالو اش كدير؟ قلت ايش كدي؟ مازال كنشوف فيها احتوركات على واحد البلاصه في عمقي، وفقدت التوازن ديالي
وهبطتني في الماء. قلت أبنت الحرام غنموت نموت. طلقت مني بعد ما شربت نص البحر. لعب البناية هذا، واش هادي يتصاحبوا معها الناس؟ بنت الحرام كانت غتقتلني. خرجت من البحر وخليتها كضحك. مشيت لعند الدراري وانا كنكح وقلبي غيخرج من بلاصتو. كيد النساء اش داير؟ هاد الشي علاش كنمشي للبرهوشات؟ الله يعطيك شي دقه. كانت غدا تقتلني. دوزت نهار كحل في البحر بسبب ديك المسمومه. ومشيت للدار دوشت ومشيت وانا نتلاقى ديك الفليفله. اللهم العمش ولا العمى. بعد ما صدعتني بالمكالمات ما كتقاداش. مشيت ودرت دورة أنا وياها حتى ملي وجيت نجلس في القهوة. لعبنا داما حتى شبعنا وجيت في حالي للدار. لقيت ديك البنت كطل من شرجم. شافتني واستغليتها فرصة. ضحكت ليها باش تعرف باللي أنا مهتم بها، والاهتمام هو اللي كيحمق البنات. شافت فيا وقلبات وجهها وسدات الشرجم من جديد. في منتصف الجبهة قصف ثلاثي الأبعاد. واخا يا لالا غاب اللاتي عليك كان جمع فيهم لك. دخلت للدار وتعشيت. طليت لقيت شراجم مسدودين. واش هادو عايشين ولا ما عايشينش؟ واش ساكنين ولا ما ساكنينش؟ علاش شاغل راسي بهاد البنت؟ ما فهمتش. ما علينا، خليني هكا عايش سلطان لراسي. ما هز الهم لحتى حاجة ونعست. ايامي كلها بحال بحال كندوزو الوقت. وهاد الايام شديتها مع الفليفله حتى طلعت ليا للراس. بلوكيتها وتهنيت. ودازت يومين ولقيت شي وحده كتدق في الباب ديال الدار. حليت الباب وكان غيوقف لي القلب. قلت اش كديري هنا؟ وهي توصل اختي. قالت اميمه دخلي دخلي، هادي صاحبه اختي وانا ما عارفش على بلان تحت فيه. شكون غيفكني من هاد اللصقه دابا؟ خليت اختي مشغوله وجات عندي البيت. قالت سلطان علاش ما بقيتيش كتجاوب على مكالماتي؟ قلت ليها غير مشغول شويه وتليفوني تهرس. قالت انا غنعطيك تليفوني غابقه تجاوبني. قلت ليها وانتي اش غديري؟ قالت غنقول بابا راه تلف ليا ويشري ليا تليفون جديد. وانا نقول لا انا راجل وما نقبلش على راسي هادشي. قالت انا كنبغيك بزاف ما تبقاش تغيب عليا هكا وعلى البرهوشه. قال لك كتبغيني ولصق سكوتش هو هذا. قلت سيري دابا قبل ما يشوفك شي حد ونهضروا من بعد. حطت تليفونها وخرجت. دابا هادي كتكذب على والديها وانا باغاني نثيق فيها ونبغيها وعقلية هادي. مشيت من الدار وفي العشية مشيت عند اختي. نقيت ليها ودنيها وقلت ليها ما تبقاش تعرف دوك الانواع وباللي شفتها في مواقف خايبة. وزدت حوايج خرايل من عندي هادشي كله باش ما تبقاش تجيبها للدار. وقلت لماما تهدر مع بنتها على الله نتفك شوية من هاد اللصقة. الروتين ديالي هو هو، والجديد هو أن الجارة الجديدة فيه. وليت كنراقب كل خطواتها، كانت سنة منين ندخل. وتعرفت على واحد البنت خدامة في واحد البوتيك وعجبني ستيل ديالها. تفقنا نتلاقاو في واحد القهوة اللي اكتشفت أن واحدة من حريمي ولات خدامة فيها. ايه هادي كوتر اللي كنت مصاحب معاها هادي عامين. كانت كتكذب عليا وكتقول لي باللي راها لباس عليها وبنت شي برجوازي. وحتى انا بدوري كنت كنكذب عليها. كنا خدامين كنكذبوا على بعضياتنا. وفي الاخر واحد ما صور من الاخر شي حاجه حتى النهار اللي اكتشفنا فيه الحقيقه. بلان خايب بزاف ساليناها بالسبان. من ذاك النهار ما شفتها حتى اليوم في هاد الكاف. جات عندي وانا جالس مع البنت. تخالطوا في جميع الوان الطيف. قالت سي سلطان ايش حب الخاطر؟ واش قهيوه كالعاده ولا بغيتي افوكا؟ قلت هم
كوثر لبس عليك، شوفي البنت اش غتشرب وانا جيبي لي قهوه. قالت على الراس والعين. اه لا لا نوال اش بغيتي؟ قلت لا ما سميتهاش نوال، سميتها هند. وهي تقول اه ماشي هذه هي اللي كانت معك البارح؟ شوفي فيا لالا. لا لا ماشي هي، سمح لي يا سلطان ولكن حيت كتار ولاو كيتخالطوا ليا، ولكن الصراحه هاد البنت زوينه على ديال البارح وديال مور البارح خيبوها، ما عرفت منين جمعتيها. وهي تقول هند ما فهمت والو اش كتقولي. قلت غدا حكا كوثر كيعجبها الضحك. وهي تقول كوثر ما ضحكاش، واش في اخبارك باللي هو كل نهار مع وحده في شكل؟ انتي رقم من ضمن البنات اللي كيعرف. سمعت هند ديك الهضره وهي تموت. جات عندي نيشان وضرباتني بطرشه حتى دارت بيا الدنيا، وبقات كوثر كضحك. قلت ليها درتيها يا الشيطانه والله لبقات فيك. قالت سير اش عندك ما تدير ابو راس. خرجت ولقيت هند مختفيه باينه غتبلوكيني. نمرتي مازال حتى ما سخنت بلاصتها وسالات العلاقه قبل ما تبدا. واخا يا كوثر ها وجهي الى بقات فيك. ومشيت ندور مع صحابي طايرين بالطوموبيل حتى بانوا لي شي بنات في واحد البارك جالسين. كتبت النمره في ورقه وطويتها ولحتها عليهم، شافوا فيا وضحكت عندهم زعما انا مولاها. بقيت كنشوف فيهم من المرايا ولقيتهم نادوا ومشاو عند مول الحرشه تقداو منه ومشاو بحالهم. بقيت نهار كامل كنتسنى اتصال من شي وحده منهم، الصراحه كلهم عجبوني. حتى جاني ميساج سلام الزين لاباس عليك. الزين الله الله زعما عجبتهم. صيفت الجلسه وصيفت ليها ميساج قلت اهلا وسهلا واخيرا من قبيله وانا كنتسنى الميساج ديالك. صيفطت الميساج وتسنيت الرد يجيني، ما تعطلش بزاف حتى وصلني الميساج وفيه ما تصوريش الفرحه ديالي اليوم، حسيت راسي طاير. ثقي بي انا غنعيشك بحال الاميره، ما تصوريش وطاير وثقي واميره. هادشي غريب بحال ليله، هذا ميساج من شي دري لشي بنت، واش شي حد غلط فيه ولا هي غلطات ولا شنو كتبت ميساج فيه؟ شكون معايا؟ جاني ميساج اخر فيه انا مول الحرشه اللي عطيتيه النمره قبيله، بغيت نتعرف عليك انتي شنو سميتك؟ اوعدي اعطات النمره اللي عطيتها لمول الحرشه. بلاتي بلاتي وصيفط له ميساج فيه قبل ما نتعرف عليك بغيت روشارج بعدها حيت ما بقاليش الصول. سنيت شويه وجاني ميساج فيه الروشارج، دخلتها ولقيتها ديال 50 درهم. الله الله مول الحرشه عنده فراغ عاطفي وناوي يعيشها بحال اميره بالحرشه. صيفط ليه ميساج وقلت له المهم انا سميتي سلطان وراجل، نمرتي عطاتها ليك ديك البنت حيت عطيتها ليها الصباح، ولكن رب دارة نافعه هانا ربحت بها روشارج. المهم من ديك الساعه وهو كيسبني ومازال كيوصلوني ميساجات سبان حتى بلوكيتو. هاد الايام شدني الملل غير فليفله غاديه جايه لصقه، خاصني نشدها مع شي وحده هاد الايام حيت انا كنقنط بوحدي. جاني واحد الفراغ عاطفي لدرجه الى تبسلات عليا القلاصه د الحمام غادي نبغيها. المهم اجلست في القهوه حتى بانت لي واحد البنت كدور بوحدها، مشيت وتبعتها. قلت مال زين ماشي بوحده؟ قالت بغيتي تتمشى معايا؟ واش بغيتي تتفلى؟ قلت ما كرهتش انا راني ناوي المعقول ما كنتفلاش. قالت الا بغيتي المعقول مرحبا. بقيت ماشي معاها عطيتها نمرتي غادي معاها حتى قربنا لواحد الحومة وهي تقول اجي تطلع معايا الدار راها غاهنا.
غقالت لي الدار وأنا نزعل. إيه علاش لا؟ مشيت معاها ودخلت وأنا متصدم. لقيت شي رجال قدهم قد السخط. شفت فيها وقلت شكون هادو؟ قالت هادو خوتي، أجي نعرفك عليهم. يا قلتي باغي المعقول. ركابية فشلوا عليا، وليت كنغني آش داني وعلاش مشيت. شدتني ودخلتني وقالت ليهم هذا عريس وباغي يتعرف عليكم وناوي الحلال. قرب مني واحد منهم، وليت كنشوف فيه الفوق حيت هو طويل وعريض. مد ايدو سلم عليا، حسيت به دار لي زلزال في ضلوعي. غاب السلام، ناري مشيت فيها. جلسوني وانا ما فاهم والو، وبداو كيهضروا كيقولوا لي غنعطيوك السكنه وتهلا في البنت. والله الله عرفت انها مطلقه من قبل، طيحت ولاتيه الابعاد. قال خوها ايوا شحال ناوي تعطي في الصداق؟ قلت حتى نجيب والدي ونتفقوا على كل شيء. قال فوقاش تجيب والديك؟ قلت العشيه نجيبهم، فين نلقى عائله بحالكم؟ قال غنستناو يلا نوض. هدرتهم دخلت الرعب فيا. ودي اش داني؟ خرجت من تما وضربتها بجري. لو كنت في ماراطون كون جيت انا الاول فيه. هادي الاخر اش داني لشديور. مشيت للدار ما خرجتش منها النهار كامل. وزوينة هادي نصدق مزوج بالزز. بانت لي بنت الجيران خارجة ومشيت نتبعها. قلت واش ما نتعرفوش عليك؟ قالت وانت موالف كتعرف على اللي شفتيها جديدة. قلت الصراحة انت مختلفة على كل شي. تلفتت عندي ووقفات وجهها رفعه بثقة. رفعت ايدها وقالت انا حبيبة متشرفي. صدمتني بهاد الطريقة. الصراحة سلمت عليها وقلت وانا سلطان. قالت فاش خدامة سلطان؟ حشمت نقول ليها ما خدامش. جيت نهدر ونكذب وهي تقول شمور ولا خدام على الواليد حاجة منشوش. قلت ليها باش عرفتيها؟ قالت حيت اللي فيه النفس يخدم على راسه ما كيبقاش عنده الوقت يفكر في البنات. اوه على غروف هاد البنت عصباتني. كملت هدرتها وقالت تهلا. ثم تعصبت من اللي مشات وخلاتني على غرور فيها. مالك سلطان واش عصباتك الحقيقة؟ هي ما قالت غير الحق. انت نسيتي راسك وبقيتي مقابل البنات والعمر كيفوت بيك. مازال انا كنفكر في حياتي ومستقبلي اللي ضاع وضميري اللي فاق مع حبيبة. احتبانوا لي اللي ما كنتش داير لهم الحساب. واك واك وعلق ود الحرام اليوم يطحنوك. هادو اللي كانوا غيزوجوني اليوم الختهم بالحيلة جايين عوالين على خسيت اليوم يطحنوني. أشهدوا أشهدوا. احتى الشهادتان تلفوا لي هاد الساعة. مشيت فيها كفتة. جاو شدوني. قال وما صدقتيش الصوت، خليتينا كنتسناو في عائلتك. قلت عائلتي ك عائلتي غاب. كنا جايين وخسرت بين الطوموبيل. أمي جاتها كريز وخويا مشى يعمر المازوت وأنا بقيت كنتسنى. مازال ما كملت الهضرة احتاجتني طرشة من حيث لا أحتسب. طيرتني لسما السابعة. وهو يقول واحد منهم الدراري خاصنا نربيوه باش ما عمرو يعاود يضحك على بنات الناس. قلت لا 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 ما تربيونيش عافاكم عافاكم. ضربة من هنا وركلة من هنا وانا مكمش احتى ما بقيتش حاس بالضربة منين جات. اي اي ظهري اه يا وجهي اه. ناري ضربوني ولاد الحرام، قهروني ولاد الحرام، حقروني اي قلبي اي ايدي اي رجلي كل شي كيحرق فيا. دخلت وهي تقول لي امي وانت ايش داك لدوك الناس؟ تفليتي على بنتهم راه عندهم الحق، مالهم ديوتيين. قلت ليها
صافي يا ماما صافي، ما تفكرينيش، توبة والله حتى توبة. كلية دقة ما كلاهاش حمار في الطلعة. ناري كرهوني في البنات، ايش اداني انا لشي بنت. دوزت فترة النقاهة في الدار ما كان خرش. مرة مرة كتنقص ديك البرهوشة ودير راسها جاية عند اختي وهي غا جاية تطلع عليا، حتى طلعت عليا اللي ما كنتش داير ليها حساب. حبيبة جات هي وباباها، ما كنتش عارف انها عشيرة باباها، جابتو جات كتطلع عليا. جاتني غريبة بزاف ولكن عجبني الحال، حيت حسيت بها انها مهتمة بيا. قالت على الله هاد الدقة تخليك تدير عقلك سلطان، وتبعد شوية من السوق الخاوي ديال التفلية. قلت هادوك رغت حماو عليا وتعاونوا، وخدتهم هي اللي لاحت عليا الباطل، انا ما كنعرفهاش اصلا. قالت معقولة، حيت الدرب كله كيهضر عليك. نقصت وقلت الدرب كله، اي ظهري. وهي تقول اتكى وارتاح وديها شوية في صحيحتك. مشاو واخدات قلبي معاها، شحال زوينة هاد البنت، والأهم من هاد الشي أن شخصيتها قوية وعارفة أشباغها وواثقة من راسها. ووليت مزيان من بعد أيام وبديت كنخرج، وأنا كنفكر في شي حيلة اللي نوصل بها الحبيبة ونخليها تتعلق بيا. هي ما كتكذبش على باباها وما كيهمها لا فلوس ولا زين، إيش كيهمها؟ آه الخدمة، هي سولاتني على الخدمة داك النهار، ولكن فين غنلقى هاد الخدمة؟ تمشيت وتعرفت في الطريق على واحد البنت سميتها نسرين. أي عارفكم غتقولوا هكا وعلى التوبة، اللي فيه شي طبيعة ما يبيح. عرفت أنها بنت يتيمة الأب وعندها أخ واحد وفي عمرها 19 عام، ما زالك تقول. دخلت عليها بعندي وعندي وعندي وداك الكتوب ديال ديما. عادي هادشي ديما كنقولوه باش نطيحو شي وحدة، ولكن هادي اختلف معها الوضع، حيت استغلات غياب امها اللي خدامة النهار كامل وخوها وعرضات عليا للدار، وتما غيتبدل كل شي وغتولي نسرين ديالي. اندمت بزاف حيت على بالها غنتزوج بيها، ولكن انا ما كنش كنفكر بديك الطريقة اللي تسلم راسها لشي واحد فابور راها كتكون سهلة، وحتى واحد ما كيبغي الحاجة السهلة. ميكت عليها دوك الايام وبقيت كنفكر في الطريقة اللي نوصل بها الحبيبة اللي كتعامل معايا بطريقة رسمية وما كتخلي لي حتى منفد اللي نوصل لها بيه. حتى تعصبت، عمر شي وحدة ما دارت لي هكا، خاصني نوصل ليها بأي طريقة. ورجعت عندي نسرين، قالت سلطان مالك كتهرب مني؟ قلت والو غير مشغول هاد الايام. وهي تقول سلطان انت خاصك تجي تخطبني في اقرب وقت، انت وعدتيني بهاد الشي. قلت ليها نخطبك؟ باش غنخطبك؟ شايفاني خدامه بالماندا ديالي وبداري، فين نسكن؟ وشنو نوكلك؟ واش يحساب ليك غا اجي وتزوج؟ قالت سلطان غنسكنو في دارنا مع ماما، انا غنقنعها وكان واعدك انا غنخدم ونتعاونو. قلت ليها سيري تلعبي مع جرانك بنتي، انا ماشي ديال الزواج. وهي تقول سلطان انا حاملة، حسيت بالدنيا كتدور بيا ديك الساعة. وقلت شنو قلتي؟ حاملة؟ سيري قلبي في من تلصقي ديك الكرش، وياك تجي عندي مرة اخرى، فهمتي؟ خليتها ومشيت وبقيت كندور ونتسارى، وخديت الطوموبيل من عند ريان وتساريت حتى شبعت. جيت للدار ولقيت واحد المرأة مع الوالدة ومعها نسرين. عيطات لي الوالدة وقالت لي على اللي كاين. انكرت بالعمى وقلت ليها انا هاد السيدة ما كنعرفهاش وما عمري شفتها، وهي بدات كتبكي وانا انكرت تماما انني شفتها في حياتي اصلا. ومشى بعد ما بقات امي كتحلف فيا، احلفت كذوب انني ما كنعرف عليها والو، انا ماشي ديال الزواج ولد الاولاد. والغد لي تلقى لي خوها، عرفتو حيت كيشبه ليها، جبد عليا جنوي كان غيقتلني لولا ان الدراري دالحومه فكوني
وهبطوه الكوميسارية. بعدها جات عندي واحد البنت كترغبني، وأنا قلت ليها بعدي مني. قالت لي يا رجل رات عليها ماماها من الدار بعد ما حبسوا أخوها. صراحة ما رحمتهاش وقلت ليها بعدي مني، وولات نسرين من الماضي ورجعت لتسركيل من جديد. ديما تليفونات جداد، بقيت بوحدي خاصني اللي تونسني. واش أنا نبقى ديما هكا نبدل من وحدة للتانية؟ خاصني نثبت ونبقى مع وحدة. لو كان بغات حبيبة كون بقيت معاها، وما نعرف حتى وحدة من غيرها، كون عيشتها بحال الأميرة. الله يذكرك بالخير مول الحرشة، ولكن دوماج ما بغاتش. واحد النهار بقيت كنلعب في تليفوني، قلت اجي ندير شي نمر على الله ونشوف واش تصدق. صونيت وسمعت صوت زوين ديال وحدة، بقيت شاد معها الحديث، ولكن هي من مدينة وأنا من مدينة. بقينا مدة وحنا كنهضروا، حتى لواحد النهار قالت لي راها جاية عند شي عائلة هنا وشدات التران. قالت لي اش غدا تلبس؟ انا صايبت راسي مزيان ومشيت نتسناها في لاكار. بقيت كنتسنى حتى صونات وقالت لي شنو لابسه وفين راها. مشيت شفتها، ولكن هي ما شافتنيش. اناري قداش غليظة بزاف. ومن اللي دورات وجهها ندمت على سنوات الرشارج اللي خسرت معاها. بدلت الطريق ومشيت كنجري، وجريت بلا رجعة. واهي يا ناري اش هاد المصيبة، كنت غادي نطيح فيها راسي. ومشيت في حالي بلوكيت نمرتها على طيف على زهر، وزعما قاع هذا زهر عندي. نهار بغيت نتوب ما نطيح غف هادي. دير مني ربعة. ودوزت الروتين ديالي كالعادة، حتى تعرفت على واحد البنت كلاس جات عندي وهي طوب فوق كلاس. عجبتني وقلت هادي هي صافي، هادي اللي تصبر معايا على محايني. سيمانة الخرى درت معاها انطلاقة وحدة البحر، جات جلسات حدايا وأنا فرحان، ولكن شميت ريحة في شكل والزحمان كون صدمت عليه، ولا تكون هاد البلاصة اللي جالسين فيها دير فيها شي حد شي كاكا. قلت ليها يلا نتمشاو شوية. تمشينا ووالو ديك الريحة غادة معانا. شفت رجلي ووالو، طلعت صباطها حتى هي ووالو، يعني الريحة جاية منك. هزيتها ولحتها في البحر. يلا دوشي إلا كتقتصدو في المدى الدوش، هاد شي اللي بقى. والله لا، اللي باغيها تصبر معايا وتجمعني ما نقات حتى راسها. ومشيت، ومن ثم ما بقيت شفتها. مشيت لعند حميد مول بارفانات ولقيت معاه جوج البنات، واحدة مصاحب معاها وجايبة معاها صاحبتها. فرحت حيت ربي دغيا فرحني. كانت لابسة ندادر ولابسة سبورتيف، كانت هدرتها بالقياس. خديت نمرتها وقلت ليها نديرو شي كافي، واتفقنا الغد ليه نتلاقاو. الغد ليه تهليت فراسي مزيان وكل شي ومشيت نتلاقاها. جلست كنتسناها حتى جات بندادر، وانا نقول ما نشوفوش عويناتك. حيدات نضادر ويا ريتها ما حيداتهم. واه عينيها صغار بزاف ولا علاقه مع الشكل ديالها. اميمتي اش هاد الحصله عاوتاني. بقات كتهضر بواحد الطريقه مشمئزه. قالت عرفتي يا سلطان، انا كنت زوينه بزاف، ولكن مرات عمي سحرات ليا حيت كانت باغاني لخوها وانا ما بغيتش. كنت مريضة بدك السحر. بقات كتهدر حتى جابت لي المالان. احشمت الصراحة، انا موالف كنجي معايا غاد تيتيز، ولكن والو هاد المرة ما كانش. كنشوف في الدراري كل واحد معاه قوقة الا انا جاي معايا قرعة بلدية. جاني المالان مزيان، وانا نجبد تليفوني يلعبوا كلنا ينحرموا اللعب. درت راسي كنهدر في التليفون وانا نقول وصاحبي وأجي القهوة، راختك هنا كتقهوة مع واحد، جر يا صاحبي. ما كاملاش جوج دقايق حتى خوات القهوة من البنات كلهم، حتى من هاديك اللي كانت معايا مشات هربات حتى هي. أودي على الزيارة اش كيدير. وبقيت كنفكر حبيبة يا حبيبة كيفاش حتى غادي نوصل ليك؟ أنا علاش شاغل راسي بيها؟ ولا حيت أول مرة كانت طلاقة اللي كتقمعني.
تهليت فراسي مزيان وخرجت ندبر على رزقي هاد المرة. اللي نتلاقاه وتعجبني غادي نكمل معاها وما نسمحش فيها، وغادي نبني معاها حياتي، كل شي على المعقول، وغندير عقلي وغنزوج بيها. بقينا كندور أنا وواحد الدري صاحبي، حتى بانت لي واحد البنت جالسة بوحدها. مشيت وجلست حداها وقلت مال الزين جالس بوحده؟ قالت كانت سنة صاحبتي تعطلت عليا. وانا نقول عندك مانع انني نونسك؟ قالت لا جلس. قلت انا كنفضل نتمشى وحسن. وهي تقول واش ما عندكش طوموبيل؟ فكرت نقول وي عندي، ولكن لا، انا اتفقت مع راسي انني نقول الحقيقة ونبني علاقتي في المعقول. قلت لا ما عنديش، نوضي نتمشى. وهي تقول شنو سميتك؟ قلت لها سميتي سلطان. وانتي؟ قالت سميتي نوها. قلت لها متشرفين نوها، سميتك زوينة بحالك. بقيت كتمشى معايا وعاودت لها على راسي كل شي، انني مجاز ومازال ما لقيتش خدمة، وبقيت كنخطب عليها خوك رجولة وخا الفلوس ما كاينينش، ولكن غنبداو مع بعض من الزيرو. بقات ساكتة وما قالت والو على راسها طول الوقت. أنا اللي كنهضر شوية وهي تتجه لواحد الدرب بغات دوز منه، وأنا نشدها وقلت فين غادة؟ قالت ندوزو من هنا. قلت ولكن هاد الدرب معروف بالقريساج. قالت مالك واش خايف؟ قلت ها أنا رجولة ما كنخافش، أنا خايف غا عليك، تشوفي شي مدابزة ولا شي سيف وتخلعي. قالت أنا معاك ما نخاف من والو. دارت واحد الضحكة صفرة وشدات فيا وكملات طريقها. أنا ديك الساعة قلبي بدا كيضرب 180 دقة في الدقيقة. بقيت كنقرأ في القرآن يا ربي ما يجريسينا حتى واحد. هاد بنت اللادينة بحال لي كتختبرني. شوية كنت غادي وانا يبان لي واحد جاي بالموتور، قلبي وقف فجأة. ناري جاي عندنا. مشيت فيها